يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط سؤال الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا؟ هل يجوز مثلا أن أقول ربي ارزقني مالا قدره كذا وكذا، أو زوجة صفتها كذا وكذا؟ هل مثل هذا الدعاء جائز؟ لا مانع أنك تطلب من الله ما تحتاجه من أمور الدنيا، لكن لا تقتصر على طلب الدنيا فقط، أطلب الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجمع بين هذا وهذا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما نقول اترك الدنيا، الدنيا ما تستغني عنها، تحتاج إليها، لكن لا تجعلها هي همك، لا تطلب إلا الدنيا. نعم، اطلب من الدنيا ما تحتاج إليه وما يسد حاجتك. نعم.